في القراءة الجمالية والفنية اتكلمنا عن محمود مختار، أشهر نحات مصري اللي جمل ميادين مصر وعمل نهضة مصر، والحقيقة يعني تجولنا مع بعض في المتحف. والأسبوع اللي فات كان معانا إبداع آخر، كان هو الجراحات الميكروسكوبية والملاحية والتكنولوجي الرهيب اللي حصل في جراحات المخ والعمود الفقري. كملنا أو قلنا جراحات المخ الأسبوع ده، هنقول جراحات العمود الفقري اللي هي تكملة لجراحات المخ، لأن الاتنين مرتبطين ببعض. وضيفي وضيفكم الأستاذ الدكتور يسري أنور الحميلي، أستاذ جراحة المخ والعمود الفقري بقصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفى نيوروسبرت. أهلا بك دكتور. أهلا دكتور خالد، أهلا وسهلا. إحنا الأسبوع اللي فات اتكلمنا على جراحات المخ، والحقيقة كان الناس يعني متخيلين إن ده خيال علمي، لكن الحقيقة كان واقع، وواقع ملموس. برضو في أوهام تانية وأساطير حوالين العمود الفقري. لأ ده أنا هعمل جراحة هتنتهي، هيحصل لي شلل، لأ هيحصل لي معرفش إيه، هيحصل لي إيه. نسبة المضاعفات زمان ونسبة المضاعفات دلوقتي في جراحات العمود الفقري. الحقيقة طبعا لو إحنا بنتكلم من المنظور التقني العالي، لو بنتكلم على مؤسسة فيها كل التقنيات الحديثة، جراح بيعمل الحاجات الجديدة، الفرق كبير جدا جدا، مش بس في المضاعفات، لا ده الفرق كبير جدا في خروج المريض إلى الحياة وممارسته للحياة الطبيعية ولياقته ووضعه الطبيعي بعد العملية الكبيرة اللي اتعملت في العمود الفقري. فرق كبير جدا جدا. يعني كنت زمان لما تلاقي واحد عامل، أو الناس اللي بتشتغل بالطرق التقليدية أو اللي عامل عملية بالطرق التقليدية، بيبقى ظاهر وسط المجتمع وماشي ومعروف إن ده عنده مشكلة وإعاقة في ظهره. النهاردة كثير جدا من المرضى اللي بنعمل لهم عمليات محدودة التداخل، سواء كان بالمنظار الجراحي، سواء كان بالمايكروسكوب، سواء استخدمنا تقنيات الجراحة الملاحية الليزر وما إلى ذلك، بيبقى طبيعي تماما، لدرجة إن في ناس كتير ما تبقاش مصدقة إن ده عمل عملية في العمود الفقري. ما يبقاش متخيل انه عمل عملية في العمود الفقري. أيوة. ويحضرني في هذا مريض انا فاكر من 12 سنة انا عملت عملية بالمنظار لمريض واستأصلت له غضروف وكان تعبان جدا. وفي لجنة كوميسيون طلبوا منه انه يعمل اشعة رنين مغناطيسي جديدة، فبعد ما عمل الاشعة، لا تقرير الاشعة ولا الدكتور، بيقول له انت ما عملتش عملية. فالمريض جايين يجري، انا ازاي خفيت وانا ما عملتش عمليه؟ هو المنظار. فقلت له انت كان لازم تاخد الاشعه اللي قبل العمليه، ايوه، اللي ظهر فيها الغضروف الكبير، وتروح توديها لهم. أيوة. يقارنوا. فلما راح جاييني بيجري ومعاه تليفونات كل الناس، ازاي ده حصل؟ دي معجزه، ازاي الغضروف اللي كان هنا ده راح فين وتشال ازاي والعظم موجود والفقرات زي ما هي وكل حاجه طبيعيه وانت كمان طبيعي، ازاي ده حصل؟ فكرة. طيب ناخد بقى اللي حضرتك بتقول عليه المنظار ده ونشوف الفيديو، هنشوف فيديوهات مع بعض ويعلق عليها دكتور يوسف الأنور الحبيبي. ده طبعا. مثلا احنا عندنا غضروف عنقي. الغضروف العنقي ده من اكتر الحاجات اللي بتخوف الناس وبترعبها. يقول لك عمليه في الرقبه دي خلاص بقى. يعني ممكن يستحمل بتاعه الضهر بالظبط. اللون الاحمر اللي بيجي ده هو الكهرباء اللي بتيجي في العصب نتيجه الضغط عليه من الغضروف اللي في الامام ده. النهاردة حلينا المشكلة دي ازاي؟ بفتحة صغيرة جدا، وساعات بتبقى خرم صغير جدا، ندخل من خلاله بالمنظار على الغضروف ده ونطلع الغضروف ده حتة حتة، وما بنطلعش غير الجزء اللي بايظ من الغضروف. بنحافظ على النسيج الطبيعي زي ما هو علشان ما يبقاش فيه اي وسائل استعاضة تتحط. ولما بنلاقي ان الفقرات ضعيفة بنقدر نحط غضروف صناعي يمسك الفقرات ويرجع المنظومة الحركة بتاعة العمود الفقري إلى الوضع الطبيعي 100%. يبقى المريض ده هيخرج ما عندوش جرح، ما عندوش ندبة الجرح حتى في رقبته، ما عندوش المضاعفات، وده الغضروف أهو زي ما احنا شايفين صورة مكبرة. احنا بنشيل الجزء اللي باظ من الغضروف
وبنسيب الجزء الطبيعي من غير ما نأثر على حاجة، المريض ده هيرجع يتحرك تماما طبيعي تماما بعد العملية، هيرجع يعمل كل حاجة، ما هيبقاش عنده بقى يلبس رقبة ولا الكلام التقليدي ده بالنسبة له. طب الناس بتقول ده هتشيل جزء، يعني الغضروف ده جزء من تكوين البني آدم، ازاي يبقى البني آدم ناقص جزء ويبقى طبيعي في نفس الوقت؟ لما بتلحق المريض قبل ما الأمور تتفاقم، الجزء اللي اتشال ده الجسم بيجدد مكانه تاني ويعيد تنظيم نفسه ويبقى الأمور طبيعية تماما. لو الوضع تفاقم وأنسجة أخرى يعني أديرت مثلا وحصل عدم اتزان، أيوة، بنحط غضروف صناعي، وده هنوريه لكم برضو في فيديو. الغضروف الصناعي ده كأنه غضروف طبيعي في كل حركاته، يبقى المريض ده بقى هيتحرك وهيعمل كل حاجة وما نقصوش حاجة. بس المسألة لما تفاقمت حصل كده، لكن بالزبط. في الأول طبعا كان أفضل وأفضل أن احنا نحافظ على الغضروف الطبيعي. الفيديو التاني عادل فضل. هنا بقى احنا بنشيل الغضروف، بس الأمور كانت أكثر تعقيدا شوية، والمريض ده قاعد لحد ما حصلت له مضاعفات، وقد تكون المضاعفات دي ألم في الرقبة نازل على الدراعات الاثنين، تنميل في الإيدين، ضعف في الحركة، ضمور في عضلات الإيد. فالمريض ده بقى في مرحلة تانية متقدمة شوية. هنعمل برضو عمليتنا بالميكروسكوب الجراحي، وبعد ما نعمل عملية بالميكروسكوب ونشيل الغضروف هنحط الغضروف الصناعي ده. ده شكله مكبر جدا للغضروف الصناعي، وعلى فكرة أنا قصدت أجيب الشكل القديم اللي كنا بنركبه زمان، احنا بنركب حاجة أحدث من ده بكتير، عشان ده شكله أبسط شوية وبيوري للناس فكرة إزاي إن أنا أحط حاجة جوه الفقرات تشتغل. النهارده اللي بنركبه مفيش فيه مسامير ولا الكلام ده، بيبقى ده القديم، ده القديم. اه التاني بيبقى غضروف يعني بيركب مكان الغضروف بالظبط، كاني بزرع عدسه جوه العين. بالظبط، مفيش بقى مسامير ومش عارف ايه، مش يعني متسقه مع الاناتومي او التشريح تماما. بالظبط تماما. يبقى المريض ده هيرجع يتحرك تماما، هيلف رقبته، هيحرك شمال ويمين، وهيبقى طبيعي تماما. استبدلت ده بالعمليه القديمه التقليديه اللي هي حط شرايح ومسامير والفقره بقت ثابته، لكن انا لما بحط الغضروف الصناعي مفيش المنظر ده، مفيش ما لغيتش حركه الفقره، الفقره هي بتتحرك تماما، مش زي الصوره الاولانيه ان الفقره ما كانتش بتتحرك وكانت عامله لنا مشكله في العمود الفقري، هتؤثر على الفقرات المجاوره، وده اكتر حاجه بتحصل للمرضى. يعمل العمليه ويبقى كويس جدا في احسن الظروف، هيجي بعد 6-7 سنين عنده غضروف فوق اللي اتعمل. النهارده الغضروف الصناعي جنب المريض هذه المشاكل، واصبح المريض بيتصرف طبيعي وما يجيلوش غضاريف تانية بعد سنين في الفقرات المجاوره. يعني مع الغضروف الصناعي، يعني انا هاجي الارض الواقع شويه واشبه، هل رقبته بعد الغضروف الصناعي هتبقى متصلبه كده؟ هل ظهره هيبقى زي ما يكون متجمد؟ اطلاقا. هيتحرك بشكل طبيعي، وده اللي شفناه في الفيديو، ان الفرق ما بين الحركه في الفقرتين اللي عامله تثبيت بشرايح ومسامير واللي عامله غضروف صناعي كبير جدا. انت في العمليه اللي مركب فيها غضروف صناعي حافظت على الحركه ما بين الفقرتين وبعض كانها طبيعيه تماما، وبالتالي ما حملتش عبء على الفقرات المجاوره انها تقوم بحركه الفقره اللي انت لغيتها. وبالتالي مش هيبقى عندهم المشكله في حدوث غضروف ومضاعفات الغضروف فيما بعد. الفيديو رقم 3 يا عادل فضل. هنا بقى دي اعصاب الصفرة دي، دي كلها اعصاب. ازاي بعملية بسيطة جدا 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 هقدر اتخلص من بعبع اسمه الغضروف. نفس القصة، الغضروف بس ده على ناحية واحدة وضغط على اعصاب ناحية واحدة ومسبب الام في ناحية واحدة، فانا هدخل بالمنظار من الخلف، هفتح فتحة صغيرة كده في الجلد من النص بس عشان ادخل منها عشان ما اعملش خروم كتيرة، وهدخل من الفتحة دي على الغضروف واستأصل الغضروف من جنب العصب واسلك مجرى العصب. لان في الحالة اللي زي دي الحتة اللي فيها احمرار دي هي الاعصاب الملتهبة نتيجة الضغط الشديد عليها. تسليك مجرى العصب لن يؤثر على وظيفة العصب اطلاقا، بالعكس ده بيرجع وظيفة العصب. احنا ساعات بيبقى المريض ده عنده لا شغل. يعني المانيبوليشن زي ما بيقولوا او الحركه بتاعه، احنا ما بنعملش اي حركه للعصب. احنا كل شغلنا بيبقى على الشخص اللي ضاغط على العصب، كاني داخل افض خناقه بواحد بريء وواحد مجرم. انا ما بسلكش، انا باخد المجرم على طول
طلقه في دماغي على الارض خلاص مش محتاج اسلك. ما انا ممكن على ما اسلك يكون المجرم ده طال البريء وكاله قلمين ثلاثه بقى قصه. لا ده لا طلقه من بعيد بنشان بتيجي في دماغه تسقطه في الارض خلاص حليت المشكله النو تايم. وبالتالي ما عنديش بقى وقت اقعد اشيل واشد على العصب اللي هو مش مستحمل لانه مضغوط عليه سنين. بالظبط. مجرد ما انت عملت اتاك للغضروف نفسه خلاص هو اوتوماتيك لازم هيسيب العصب لانك بتاخده جزء جزء وبتشيله حته حته بتطلعه زي علبه التونه المتفتته كده. يبقى اذا يعني هذا النوع من الجراحات اساسا انا ما بدخلش على العصب عشان ما يجيلناش برضو اوهام كتيره جدا، لان اصعب حاجه انك تقنع مريض عمود فقري انه يروح للجراح او يعمل عمليه لو خلاص اتقررت العمليه. هذه الاوهام احنا النهارده في يعني زي ما نقول خدعوك فقالوا كذا، فهنا خدعوك فقالوا ان احنا بنقعد نلعب في العصب لغايه ما يضيع خالص. لا الحقيقه ما بيحصلش زي ما احنا شفنا في الفيديو، وهنشوف برضو في الفيديوهات الجايه يمكن شرح اكتر واكتر. شوف الفيديو اللي جاي ده كده الغضروف القطني. هندخل ازاي بالمنظار على الفقرات القطنيه ونشيل هذا الغضروف. وعلى فكره ده بقى ممكن نعمله بقى بنج موضعي، بنج نصفي، ببنج ابيديورال. مش لازم المريض ده لو عنده مشكله في الكبد هيدخل. دخلنا اهو بجهاز اسمه التردد الحراري. دخلنا دي البروب او الاداه بتاعت الجهاز التردد الحراري جوه الغضروف. الغضروف ده ما انزلقش لكن متعب جدا وعامل للمريض الام ومسبب له مشاكل كتير جدا. فاحنا مش عايزين نشيله بس عايزين نهذبه شويه. بندخل نديله تردد حراري، هو نوع من انواع التيار الكهربائي اللي بيتحول بالكمبيوتر الى نبضات الكتروماجنتيك او شيئا ما مع حراري. يعني نوبات الكتروماجنتيك وتدي حراره. ده مش مفتت. لا لا خالص. بتغير طبيعه الغضروف. فاكرين زمان ولا زالت في ناس بتمارس عملية الكي للغضروف. بس الكي ده بيكوي الجلد بره وبيعمل المريض قرحة وحرق. انت بتدخل تكوي الغضروف نفسه من الداخل بشكل مهذب ومقدم علميا، بحيث ان انت عندك كمبيوتر بيقيس درجة الحرارة ما تتعداش 40 درجة. يعني ما تتعداش 40 درجة. ما فيش هزار. عايزها 60 درجة هتبقى 60 درجة على حسب مشكلة العيان. لا العيان ده كمان بقى هيطلع من العمليات يمشي على رجله، ما هيقعدش في المستشفى خالص. هو قعد ساعة ساعتين لمجرد انه يستوعب انه بقى طبيعي. ويخش الحمام يجرب نفسه ويلاقي نفسه بقى طبيعي فبيروح. لو مريض مثقف ودكتور وفاهم بنطلعه من اوضه العمليات يلبس لبسه ويروح. العلم هو الانضباط، عشان كده بنقول 40 مش عارف درجة، لا دخلنا بايه. الانضباط والدقة هما شعار هذا النوع من الجراحات. بعد الفاصل هنكمل. هذا البرنامج برعاية. عارفين احنا ليه سابقين ولحد عندكم جايين؟ عشان ما يزيدش عدد مرضى الكبد. لما بتتعالج بدري بتمنع الكبد من التليف. نحو قرية خالية من الفيروسات. مبادرة هدفها مصر خالية من الفيروسات. بنلف في كل قرية، بنكشف ونحلل العينات، وبنعمل توعية وبنصرف أدوية، عشان لما نجيلك وانت سليم أحسن ما تجيلنا وانت مريض. مصر خالية من الفيروسات. مستشفى الكبد المصري. اكفل مريضا بالكبد تحيي نفسا. هذا البرنامج برعاية.
دايما جراحات العمود الفقري كانت فزاعة، كانت بتعمل رعب وبعبع كبير جدا لكل مرضى العمود الفقري. والأستاذ الدكتور يسرى أنور الحميلي شرح لنا عبر فيديوهات يعني إيه المنظار لما ندخل على العمود الفقري، يعني إيه الغضروف الصناعي، التطورات التكنولوجي الرهيب اللي بيتجدد يوم بعد يوم في مثل هذا النوع من الجراحات. بس أنا نسيت أسألك سؤال دكتور يسري، سؤال إحصائي، هو العمود الفقري أو ألم العمود الفقري بيجي نسبة كام من الناس؟ مفيش حد فينا ما جالوش ألم في العمود الفقري، يعني ممكن نقول 100%. طبعا يعني بيجي لنا الألم إذا ما كانش نتيجة حالة مرضية بيجي نتيجة حالة ممارسة خاطئة. نمت غلط، شلت مخدة، شلت شنطة تقيلة، زقيت حاجة، زقيت مكتب، زقيت دولاب، نمت سقط المسافات طويلة، لوحت رقبتي وانا قاعد على المكتب عشان استخدم الكمبيوتر، حاجات كتير جدا تعمل لنا آلام في العمود الفقري. فده أشهر مرض في الطب على الإطلاق، هو والصداع. محدش ما بيجيلوش صداع، محدش ما بيجيلوش. ده احنا ممكن نقول ان ده المرض رقم واحد اللي بيتكرر. طبعا ده اكيد مش يعني كده. فاحنا بنتكلم النهارده على اكبر شكوى، يا ظهري دي اكبر شكوى واشهر شكوى دلوقتي في العالم كله، يمكن في مصر اكتر، نتيجه ممارستنا الخاطئه زي ما الدكتور يسر انور الحميلي قال. هنستعرض الفيديوهات مع بعض، الفيديو القادم ده ازاي هنعمل لمريض عمليه لتثبيت الفقرات بطريقه لطيفه جدا 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 وبطريقة محدودة التدخل. الناس بقى اللي بتقول لأ ما ينفعش تعمل تثبيت فقرات بالطريقة بتاعتك، منظار وميكروسكوب وطريقة محدودة التدخل والكلام ده وهم، لأ ده مش وهم، ده حقيقة وده علم. ما يعني احنا نحن لا نبيع الوهم. يعني احنا داخلين تثبيت الفقرات ليه بس يا دكتور يوسف؟ مريض عنده تزحزح فقرات، مريض عنده فقرات متآكلة حصل فيها خشونة وبدأت تبقى ضعيفة، مريض عنده غضروف شلناه فالفقرات هتبقى ضعيفه. فمحتاجين نثبت الفقرات دي عشان نحفظ توازن العمود الفقري. هو بيعمل ايه دلوقتي؟ دخلنا على مفصل الفقرات اللي في الخلف، وهنقوم حاطين فيه حاجه صغيره جدا، مسمار صغير جدا، لو بروفايل. لو بروفايل مش زي مسامير بقى العمود الفقري، حاجه كبيره واحنا بعيدين تماما. احنا زي ما نقول مثلا لوك كده بنعمل له تقريب لبعضه، نقفل يعني هنقفل عليه واحنا بعيدين تماما عن الاعصاب وعن مجرى الاعصاب، هنشتغل معانا الحبل الشوكي واحنا في منطقه امنه تماما، بس معانا الكمبيوتر بيدينا الابعاد والاحداثيات بدقه متناهيه. والمريض مش هيطلع بقى محطوط له بروتوكول اوعى تميل اوعى توطي، الكلام ده ما فيش. هيطلع من غرفه العمليات هيبدا يوطي، يمشي، يطلع سلم، ينزل، يقعد على كرسي، يعمل كل اللي هو اصل عايز. الناس دلوقتي يا دكتور يوسف ممكن يقول لك الغضروف هو حركة، دكتور يوسف بيقول لنا تثبيت، إذن ده مختلف مع فلسفة تكوين الغضروف نفسه. الغضروف سوستة عايزة تتحرك، طب هنثبت، يبقى احنا بنعمل نوع من أنواع يعني التناقض ما بين ده وما بين ده. اللي بيقول كده هقول له انت عندك سخان في البيت، السخان ده جواه درجة حرارة المية 100 درجة، كل يوم بتقعد تحت السخان ده تاخد شاور من غير ما تتلسع. ليه؟ لان في حاجة، في خلاط انت بتستخدمه عندك في الحنفية، وفي حاجة اسمها تشيك بالف. عمرك ما بتفتح شطاف، انا اسف في اللفظ التشبيه يعني، او الحنفية المية الباردة يطلع لك مية سخنة، لان في صمام. نفس القصة، احنا بنحط صمام لضبط الحركة في العمود الفقري. احنا ما بنثبتش العمود الفقري نخشبه كله، لا، احنا بنشوف المكان اللي فيه معدل حركة زائد عن الطبيعي، حط حاجة تمسكه بحيث يتحرك، مش بيبطل حركة. كل التثبيت اللي بنعمله ده بيبقى دايناميك، كويس، احنا فهمنا، بيعمل تثبيت مع حفظ الحركة. كمان انا بختار جزئية من العمود الفقري اعمل فيها التثبيت، ما بعملش في الكل زي الجراحات التقليدية وافتح وشيل عظم وحط حاجه زي حد زمان كده، شريحه ومش شريحه. زمان كان الشكل ده مشهور جدا عند الناس اللي هي متخشب. ومعظم الناس بتمارس الطب بهذه الطريقه الا اللي بيعمل زينا او بيتعلم مننا، لان الحمد لله رب العالمين انا بفخر من اوائل الناس اللي دخلت الكلام ده الشرق الاوسط. انا فاكر
الوركشوبس اللي كنت بروحها في ألمانيا في التسعينيات كنت ببقى الوحيد من الشرق الأوسط، معايا واحد من تركيا، معايا واحد من يعني إيران شوية كده مثلا، ساعات إسرائيل يعني. عايز أقول إن التقنيات دي لما دخلتها كانت بعض الناس بتعتبرها يعني زندقة وفلسفة زيادة. إيه اللي حمله ده؟ طب نشوف الفيديو القادم. هنا بقى إزاي هشاشة الفقرات كانت بتعمل مشكلة جسيمة جدا. ده مريض عنده هشاشة فقرات اتزحلق في الحمام، بقى عنده فقرة مكسورة بالشكل ده، هتعمل ايه في فقرة مكسورة؟ لو دخلت تعمل تثبيت كل المسامير هتهرب لان العظم عامل زي البسكوت. ده الهشاشة اللي ممكن برضو تيجي للسيدات طبعا بعد فترة بعد توقف الدورة. وكتير بنشوف كبار السن جايين وبيبقى جاي ما هوش حمل تعمل له عملية. أيوة. دخلنا هنا بقى ببالونة، نفخنا الفقرة فردناها ورجعنا حطينا مكان الفراغ ده اسمنت صناعي او عظم صناعي هيتحط. هو اسمنت دي ساعات الناس صعب عليهم قوي، لكن هو فعلا بيشد زي الاسمنت طبعا لانه بيبقى سائل او لازج كده زي الاسمنت، ويتحول في خلال 3 دقائق الى ماده شديده الصلابه تملى الفراغ. ومش بس كده، ده هتيجي الخلايا بتاعه الجسم اللي هي كرات الدم هتاكل دي وتحط مكانها عظم. كل ما تاكل جزء او خليه من العظم الصناعي تقوم مرسبه عظم طبيعي مكانها. يبقى انا حولت الكسر ده لعباره عن يعني عمود خرساني شديد الصلابه. والجميل بقى في المريض ده، ده مريض مسن ملبسينه حزام، واوعى تنزل من السرير واوعى تخش الحمام. لا ده ما عملش عمليه، ده بنج موضعي وهينزل من على ترابيزه العمليات يتمشى ويفرد ظهره ويعيش حياته بشكل طبيعي وما عندوش بقى مشكله اصل القلب هيقف لو خد بنج اصلا. وبالتالي حلينا مشكله كبيره جدا وجسيمه جدا بحاجه صغيره. وبرضو انا افخر بان اول حد يعمل الكلام ده في مصر، وده كان في سنه 2006 وانتشر بعدها من حوالي واسع جدا 10 سنين دلوقتي. وانا مبسوط اني بشوف ناس كتير جدا بقت تعمل الطريقه دي. يمكن ما حدش بيستخدم البالونه غير عندنا لان البالونه مكلفه شويه لكن بيعملوه بشكل او باخر قريب منا. هو دايما اللي بيدي العلم بيبقى فرحان ان العلم انتشر طبعا في مجال كبير، لان العلم لا يحتكر. يعني اسئله سريعه بقى، احنا بنتكلم على فقره مثلا في الهشاشه، طب حد ست جات لك بثلاث فقرات هشاشه، بنعمل ثلاث فقرات بنفس التكنولوجيا بنفس المساله طبعا. فوق الثلاث فقرات بقى بنعمله على جلستين ثلاثة. يعني عمليتين جراحيتين. بنعمل جلسة فيها ثلاث فقرات وعشان المريض ما يرهقش او بنخاف من مضاعفات البنج الموضعي. ايوه. لان في كل مرة بتحط بنج موضعي فتراكم البنج الموضعي على ثلاث مستويات ده اللي مسموح به، فلمعدل الامان بقى المريض ده بيروح البيت ويجينا تاني يوم. تاني يوم على طول نعمل او بنحجزه في المستشفى يبات، وتاني يوم نعمل له ثلاث فقرات اخرى حتى لو كل ظهره بايظ هنقدر نعمل له الكلام ده. حضرتك كررت كتير قوي كلمه غرفه العمليات وكلمه الفريق. غرفه العمليات بتاعت الجراحه الملاحيه زي اي غرفه عمليات؟ لا اطلاقا. يعني يمكن فيها ايه زياده؟ في كتير. في كتير قوي. يمكن من الحاجات اللطيفه ان مثلا قناه زي ناشونال جيوغرافيكس لما تجيب عمليه جراحيه جابت الجراحة الملاحية وعملت لها حلقات وأفرضت لها حلقات وإزاي الإعجاز بيحصل وإزاي مريض شال الرعاش بيدخل ويتعمل له. والناس ممكن تشوف الكلام ده على اليوتيوب أو واتساب. عملية الجراحة الملاحية عملية عايزة فريق، الليدر بتاعه الجراح، لكن هي عاملة بالظبط زي ربان السفينة معاه مساعدين كتير، زي قائد الطائرة معاه مساعدين كتير، ما بيشتغلش لوحده، وكل عضو في هذا الفريق هو عضو فعال ومؤثر جدا جدا. عشان كده أنجح الناس اللي بتعمل الجراحات دي هي المتخصصة فيها. أيوة. لأن خلاص ده شغلي، ده هو حافظ، ده أنا ساعات ببص للممرضة كده بعيني خلاص فهم، هم عارفة أنا هعمل إيه. أو الدكتور اللي جنبي المساعد خلاص هو فهم بالإشارة السيكونس أو التتابع أو أنا هعمل إيه بالظبط. وبالتالي العملية اللي كنا بنعملها في 6 ساعات النهاردة بنعملها في نص ساعة وتلت ساعة. ياه. طبعا. أنت النهاردة كل يوم أنت بتشتغل بالجراحة الملاحية كل يوم، خلاص 4-5 عمليات بالجراحة الملاحية على مدى سنين.
متصور خلاص ده طبعا بيقلل المدة الزمنية، بيقلل المضاعفات. الفريق، يعني الحقيقة أنا مبسوط جدا النهاردة أن كلمة الفريق تكررت أكتر من مرة على لسان أستاذ دكتور يسر أنور الحميلي، وده يعني يدينا أكتر وأكتر معاني ودلالات، مش في الطب بس، احنا محتاجين الفريق في كل حياتنا، في كل من الكورة والرياضة والسياسة والاقتصاد وطبعا الطب. جزيل الشكر ليك يا دكتور يسري على هذا اللقاء الممتع اللي بإذن الله بإذن الله هيستكمل أكتر وأكتر، وربنا يوفقك دايما في كل ما تفعله دائما من خير. والحقيقة يعني بيجي لنا رسائل كتير، ودكتور يسري أنور الحميلي لا يتأخر عنها. جزيل الشكر للدكتور يسري أنور الحميلي، وجزيل الشكر لطاقم البرنامج، وتصبحوا على صحة وسعادة. والسبت القادم 5 لـ6:30 حصة قراءة.